من نقطة الانطلاقة العيون الشرقية. هذه المدينة التي لم تعد اسما على مسمى، فجميع عيون المياه جفت تنادي من بعيد. قافلتنا جبال بني يزنس الشامخة، شموخ أهاليها ومكبدة المستعمرة من خسائر، حتى أن بعض الدبابات سميت ببني يزنس. بسم الله، انطلقت قافلة جمعية أهل النخلة. بعد أن وضبت المؤونة المحملة إلى إحدى الضواوير المنتمية إلى جماعة مشرع حمادي، الوجهة جهة الغرب عبر الطريق الرئيسية الذاهبة لمدينة توريت. وغير بعيد عن العيون بكيلومترين، غيرنا الاتجاه يمينا، الجهة سيدي ميمون الولي الصالح.
رغم قلة التساقطات الأرض يكسوها الإخدراء. وأبت بعض الزهور والحشائش وعلى رأسها الأقحوان إلا أن تينع لتزين الطبيعة ونحن نشق الطريق. أشجار اللوز تلوح لنا عن قرب، ومن بعيد مرورا على بعض الدور المتناثرة هنا وهناك المنتمية لبعض المداشير، عبق أريج رائحة العرعار والشيح القادمة من محمية تناريت. أزكتنا وعالجت الجو بالقضاء على رائحة البنزين. كما أنستنا وعورة الطريق بعد أن غادرنا الطريق المعبدة إلى طريق ملتوية ومحفرة، والمنحدرات في الوديان وتلك القناطر الضيقة. آه، ما أصعبك أيتها الطريق. وصلنا إلى الدوار المنشود، دوار مدامنا سيدي بن عباس. الاستقبال حميمي وفرحة تشع من العيون رغم بكاء بعض الأطفال وكثرة الهرج. إنها النفس الأمارة بالسوء ولحظة الأنا. رغم أن الخير المحمل يكفي الجميع،
النساء يضعن مناديلهن على وجوههن، الرجال والبعض منهم يتوفر على الكمامة الطبية. وما استرعى انتباهي طفل يضع الكمامة بجورب ونسي أن يضع سرواله. أخذ شباب جمعية أهل النخلة بتوزيع ما جاءت به ومن أجله، قفة بها المواد الغذائية تكفي لأسابيع. ولا أنسى تلك المرأة العجوز وهي تستلم قفته وتدعو بالأمازيغية لكل المحسنين، وأدعية كانت تنثرها وهي تبتعد. رغم الفقر والعوز لم ينسيهم أن يوزعوا ابتساماتهم وترحابهم بنا. إنها الضيافة لدى أهل البادية، انتهت مهمة القافلة ودار حوار بيننا وبين أهل هذا الدوار. وما يحتاجونه على أمل أن تكون هناك زيارة أخرى كما للدواوير الأخرى، وعن دور الجمعيات وما يعانوه في الوصول إلى الأماكن البعيدة، وعن البحث عن مصدر التموين. جاءت لحظة الوداع، إلا أن أهل الدوار حاولوا بإلحاح على أن نشاركهم مائدة الفطور. لكن ظروفنا لم تكن تسمح بذلك. حثنا أحد ساكنة الدوار بالاستعجال للعودة، حيث كان الليل يسدل أسطاره.
تشكل عصابات الخنزير البري تخرج إلى الطريق. رفع أهل الدوار أكف الضراعة للمولى عز وجل، داعين لكل الجمعيات بأرض الوطن وبأرض المهجر الذين ساعدوا المحتاجين على مقاومة جائحة كورونا بأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء ويعوضهم الله خيرا. يا بحيد يا بحيد من هذا كورونا.